جبنه مورقه واخا اييه هذيك اللي بالكريم باتيسير اييه معمره بلا كريم باتيسير زوينه بالنسبه للمكونات غناخذ واحد الاناء غندير فيه ثلاثه الكؤوس ديال الدقيق يكون مغربل واحد معلقه كبيره ديال الخل واحد بيضه وخماره ديال الحلوه واحد شويه ديال الملح هادشي كامل كنعجنو تقريبا هز ليا تقريبا كاس ونص ديال الحليب كنعجنو بالحليب اللي ما متوفرش الحليب ممكن نديرو واحد معلقه ديال الحليب مجفف ونعجنو بالماء والحليب من الاحسن ما ندفيوش نخليوه بارد ندوزو نعجنو هاد المكونات مزيان العجينه راه كتجي قاصحه اختي سناء ملي كنعجن العجين كنلويها في السلوفان وكندخلها للثلاجة كندوزو نوجدو لا كريم باتيسير كناخد واحد الكاسرونه كندير فيها السترو ديال الحليب مع ثلاثه المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير مع جوج معالق ديال السكر وواحد شاسي ديال الفان كنحرك هذوك المكونات مزيان كنحطهم على النار مع التحريك المستمر حتى كتولي عندي واحد الكريمه كنخليها نغطيها بواحد البلاستيك ونخليها حتى كتبرد ندوزو دابا نشكلو العجين ديال المسمن كنجبد هذيك الكره من الثلاجه كنقسمها على 8 الكرات ملي كنقسمها على 8 الكرات كنحاول نشكلهم كويرات وكنستفهم من بعد كنورق كل كره كنورقها بالنشا كناخذ داك المول اللي عنده القراصه في الجنب اللي كيتحل من الجنب اي اللي كيتحل من الجنب كندهنوا بواحد شويه ديال الزيت كناخذ الكره الاولى كنورقها مزيان بالنشا وكنحطها في هذاك المول وكندهنها بالزبده مذوبه وكنرش عليها الكاوكاو مهرمش كاوكاو مهرمش ضروري كنخلطوه مع شويه ديال القرفه والسكر السكر سنيده صافي كنمشيو الكره الثانيه حتى هي كنورقوها وكنحطوها فوق من هذيك الورقه الاولى وحتى هي نفس الطريقه كندهنها بالزبده وكنرشها بالكاوكاو مهرمش مخلط مع القرفه والسكر حتى كندير تقريبا كنبقى على العمليه حتى كندير ربعه ديال الكرات كنسرحهم مفهوم اختي سناء من بعد كناخذ هذاك لا كريم باتيسير كنطربو شويه راه طبيعه الحال غنلقاوه شويه جمد كنطربو شويه وكنسرحو فوق من هذيك الكره اللي هذيك الورقه الرابعه اللي ورقنا كنسرحو كطبقه وكنعاود نمشي لدوك الربعات الكرات اللي ورقنا اللي خلينا على جنب كنبدا نورق بالوحده بالوحده وكنحط فوق هذاك لا كريم باتيسير وكندهن بالزبده وكنرش بالكاوكاو وكنبقى حتى كنكمل هذوك الكرات اللي عندي داكشي هو كيجي مورق حنت فيه طبقات من هذيك الورقه اي كيجي مورق والوسط كيجي ديك الطبقه ديال لا كريم باتيسير وحتى ديك الطبقه ديال لا كريم باتيسير يعني وفيتي فيها درتيها يعني شويه عاليه درتها شويه عاليه اييه باش تبان اييه جات بحال ميلفي الصراحه اييه طارق صافي في الكره الاخيره نحاولوا ما ندهنوها ما نديروا لها حتى حاجه ما نرشوا عليها حتى حاجه نخليوها هكاك وناخذ واحد السكين اللي هو يكون حاد ونقسم هذيك المسمنه على شكل مثلثات نحاول نهبط الموس حتى لتحت واخا كنشكل على كنقطعها على شكل مثلثات وديجا الفرن سخون ضروري هاد المورقه هذه كتبغي الفران يكون سخون وملي كندخلها نشعل عليها الفوق والتحت على عافيه نهيله باش تحمر ليا حتى ديك الورقات اللي الوسط صافي ملي كتخرج كندهنها بشويه ديال العسل وكنرش عليها الكاوكاو مهرمش كتجي زوينه الصراحه وعائليه وممتازه وتقدم في الفطور ديال العيد تقدم في مناسبات هكا في الكوتي غير نوصي للمستمعات دائما النار تكون مهيله ماشي نجهدوا النار يعني تحرق لنا من الفوق لتحت والوسط يبقى خضر يعني نخليوها على عافيه مهيله طيب ياك على عافيه مهيله والفرن دخلوها للفرن يكون سخون يلا غنسولك صافي على فران سخون على نقصوا العافيه عافيه مهيله ونخليوها طيب على خاطرها ونخليوها طيب على خاطرها من الاول شعلتي على الفوق والتحت ولا من الاول من الاول كنشعل الفوق والتحت وكنمشي نخدم هذوك الكرات صافي صافي ملي كتكمليها كتلقاي الفران واسخن كندخل هذاك المول ديالي اللي شكلت فيه المسمنه وكنقص النار مهيله تكون مهيله باش كتقرمش ليا وكتحمر حتى ديك من الورقات من الداخل كيتحمر Mais dans